السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل داونلود لملف من على الميديا فاير. الميديا فاير بيبقى عندي يا اما مجلدات اللي هي بيبقى لونها ازرق، يا اما ملفات زي كده فايلات، يا اما هنا فولدر. ما ينفعش على الميديا فاير انزل اكتر من ملف في وقت واحد، تمام؟ لو جيت دوست على ملفين كده اخترتهم وعملت داونلود، هتطلع لي رسالة هيقول لي البالك داونلود او المالتيبل فايل اند فولدر محتاج انك انت يبقى عندك اكونت مدفوع، تمام؟ طيب، فبعد كده لما تيجي تنزل مجلد لوحده، لو دوسنا مثلا على مجلد زي ده وجينا نعمل داونلود برضو نفس الكلام، ما ينفعش تنزل اي فولدر او مجلد لوحده، تمام؟ طب الحل اعمل ايه؟ ينفع تنزل ملف لوحده، يعني مثلا ملف زي ده، يا اما ادوس عليه كده فيفتح لي نافذة جديدة واضغط كلمة داونلود، يا اما اجي عند الملف وادوس على السهم ده واختار كلمة داونلود، تمام؟ هتطلع لي النافذة دي، فهدوس كلمة داونلود، تمام؟ فهلاقيه بدأ يحمل تحت هنا، تمام؟ او ان انا مثلا عندي مجلد جواه ملفات، تمام؟ زي مثلا كورس، احنا شغالين كورس التحاليل مثلا، هدوس على كلمة المحاضرة دي، ده ملف عايز انزله، هدوس عليه هتطلع لي برضو النافذة دي، المربع الاخضر ده، هدوس على كلمة داونلود، تمام؟ هيبدأ يحمل تحت هنا زي ما احنا شايفين. طبعا انا هكنسل التحميل لانه ملوش لازمة بالنسبة لي، تمام؟